صباح النور البنات، مساء الخير اللي تشوفوني في العشيه. كدايره لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه حبيباتي، واخا جات معطله بغيت نشارك معكم الطبيله ديالنا ديال العيد رمضان. عواشر مبروكه والله يدخل عليكم الصحه والسلامه يا رب. هنا يا البنات اول خرجه لينا بعد الحجر الصحي، تقريبا شي 3 شهور اللي ما خرجناش. الصراحه صعيبه بزاف، ماشي ما خرجناش ولكن المهم راجلي كان تيتقدى في الاول. تقريبا انا ما خرجتش شهرين، ما قدرتش صافي، تركبني واحد الخوف كبير، خصوصا هنايا في اسبانيا كان عندنا الموت كثير، خصوصا الجهه ديال كاين الجهه ديال مدريد، حنا الجهه ديال كاتالونيا حتى هي كان كثير فيها بزاف، وكان داكشي منتشر لواحد الدرجه ما تصوروش. كان في البدايه تقريبا 8000 7000 في النهار اللي كيتعداو، وهاد الموت كانت كثيره، يعني الانسان زعما اللي ما شافش راسو يدخل في اكتئاب الله يستر. الحمد لله دابا يا ربي داروا لنا فاس اونو، يعني كنقدروا المهم تقدر انسان يخرج، وهذا المهم تكون دير ماسكاريه ديالك ودير ليغات ديالك والالكول وهذا. الحمد لله داكشي نقص بزاف، ماشي بحال الاول. نتمنى والله يا ربي ترفع علينا هذا البلاء وعلى امه المسلمين كاملين، ويا ربي تحمينا وتحفظ اي واحد.
حبيبتي رجعت لكم من جديد. المهم مشينا هنايا درنا شي شويه، بدلنا شويه ديال الجو وكسرنا شويه ديال الروتين. الصراحه الدار ملتنا بزاف والله العظيم. المهم هنا الغزالات جبتكم هنايا الكامبو باش غنوريكم الكنافه فين كتباحت. بزاف ديال البنات سولوني فين كاينه، مشاو الكامبو ما عرفوش من جهه. هنايا غادي نوريكم الكنافه اللي كندير، ونوريكم حتى النطال الكريمه اللي كنستعمل. هذه هي جهات كاينه البنات كنافه، كاينه جيت مساكيو والعجين ديال البيتزا. هذا هو الثمن ديالها 3 أورو 10، تقريبا فيها نص كيلو 500 غرام. صراحه درت منها، غندير منها جوج مرات، درت منها البارح اللي وريتكم الكنافه. اللي بغى الفيديو ديال الكنافه يرجع الفيديو قبل من هذا. الصراحه كتسحب، غندير منها مره واحده، ولكن صراحه كثير فيها بزاف نص كيلو. المهم انا درت المول تقريبا ما كبير ما صغير، الا درتو تقدر الا درتو اقل من المول ديالك تقدر ديرهم حتى 3 مرات، ولا لو تديرهم فرديين صغار. هذه البنات هذه ورقة البسطيلة البنات، دايرة اورو 30، فيها 10 ديال الورقات كبار ديال البسطيلة. صراحة كناخد انا ديال التشينوس من عند البزار، ولا اللي عندهم التشينوس كيما يكون ديال المساكين. تاهي صراحة زوينة كتصلح تبقى في الفريغو، هذا كتبقى زوينة ديال رمضان مطيرة. تقريبا دايرة 3 أورو 50 ولا 4 أورو، فيها 40 ورقة. هنا 30 ورقة كبارين على هذه الاخرى، الصراحة زوينة وكتبقى في الفريزر كتخدمي بها وقتاش اللي بغيتي. هنا البنات غادي نوريكم الناطة، المهم احسن وحدة اللي زوينة وتبغي تطلع لكم زعما في الخدمة، تكون 35% اللي فيها ديال الكراسة. هاد كناخد انا هاد النوع، صراحة الثمن ديالو مناسب وزوينة، كطلع غزالة وكتوقف. هادي الناطة دي مونتار دايرة 58 سنتيم تقريبا الوحدة، فيها 200 مليلتر. ولا هاد الكبار هادو، الصراحة انا كنبغي ناخد غير صغار، كناخدهم بحال كنبغي ندير غير شي حاجه قليله، نقدر نخدم غير بوحده، وهذا كنخدم غير صغار باش يبقاو يخرين مزيانين. وكاينه هاد النوع هذا حتى هو، ولكن زايد شويه في الثمن، دايره تقريبا 93 سنتيم. المهم بزاف ديال الاشكال اللي كاين. انا هذه اللي وريتكم الاولى صراحه هي اللي كناخذ، كتعجبني وكطلع زوينه. هنايا حبيباتي ما بقى لي الا نودعكم، ان شاء الله نتلقاو فيديو اخر. كنتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا لي شويه من هاد المنتوجات اللي وريتكم. وان شاء الله نتلقاو فيديو اخر، ما تنساوش لايك، والناس اللي دخلوا جداد للقناه يديروا ابوني، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم.